اللي ممكن يتقابل. فانا عايز اقول لك انت عايز ترجع صح وتعدل المنظومه في البيت عندك، لا بد ان تكون رجلا لا تتجاوز حدود الله عز وجل، وان تكون محترما عند امراتك، لا تكذب عليها ولا تبخل عليها ولا ولا. والنساء يعني مع يعني قله عقل كثير منهن الا انهن يرضين باليسير. حتى الواحده مثلا هي تفطمك تقول لك طب حتى يعني اكذب علي، طب ده انت اللي زرع الزرع، اكذب عليك ازاي؟ يعني انت تلقنيني وانا افعل؟ ها؟ تقول مثلا قل لي مثلا مره انا بحبك. يقول يا ست مش قادر. ها؟ مش قادر، ما الراجل ما يعرفش يقولها فعلا، الراجل ما يعرفش يقولها. الراجل ما يقولش للمراه بحبك وبموت فيكي والكلام، ما يعرفش يقولها. وانا بقول الكلام ده للنساء لان في مشاكل بسبب كده. الرجل عطاء، لما يحب يعطي. ها؟ لما يحب يبقى جدع، المرأة تتبسط بيه والكلام ده، ده الرجل لما يحب. إنما المرأة ربنا عز وجل جبلها على أن تتكلم، تقول له بحبك وبموت فيك ومش عارف إيه، حتى بموت فيك يعني جعلته قبرا. ها؟ يعني حتى أو تقول له الكلام ده، سهل على المرأة أنها تقول هذا الكلام، لكن صعب على رجل أن يقول الكلام. فتقوم تقول له إيه؟ طب حتى قول لي بحبك، بحبك مثلا كذب كذب أسمعها منك. خلاص بحبك، يا سلام عليك، حد يقول بحبك بالنظام ده كده؟ مش لازم تقول بحبك وتعمل كده ومش عارف ايه، ها؟ برضه لان هي اللي ادتك الكلمه، فما ينفعش تاخدها. ها؟ ما ينفعش تاخدها، لا سيما واغلب النساء الذين قرأوا في الشرع وقرأوا في الاحاديث والكلام ده يعلمون ان من الكذب المباح ان يكذب الرجل على امرأته في مثل هذا. فحتى لو قال لها انا بحبك الكلام ده تقول له ما انا عارفه، انا عارفه، ما طبعا ده كذب مباح ومش عارف ايه كده يعني. فالقصد يعني انه يعني الرجل اذا اراد ان تستقيم حياته لابد ان يكون وقافا عند كتاب الله. الجماعه المتجوزين جداد عشان يطلعوا من المطب اللي اخواننا القدامى ها وقعوا فيه، يخلي غضبه دائما على معنى شرعي. يعني داخل مثلا لقاها ايه؟ مشيطه الطريق ومشيطه الرز ومهمله، ترمي المعاش هنا وترمي مش عارف بتاع، لو قال لها المعاش مش عارف تعتقد انه بخيل. خلاص؟ ولو قعد ينتقدها في الطريق ومش عارف ايه تبقى مشكله. خليه يكذب، ها؟ يخزن لها يعني. يكذب. وبعدين يدخل مره ايه؟ صليت الظهر؟ لا لسه ما صليتيش الظهر، بيلعب دب دب دب، ها؟ ويطلع القديم والجديد فيها، الرز الشايط والطبيخ الشايط ومش عارف ايه والكلام ده، بس الاسم ايه ضربها ليه؟ عشان اخرت الظهر، ها؟ تقوم هي تاني مره ما تاخرش الظهر، وبعدين يعظم في نظرها وتظن ان الرجل اذا غضب انما يغضب لله. فيقوم المسألة دي ايه برضو، بس الاشكال ان في ميكروفون عند النساء، ها؟ هو ده المشكل، احنا كان المفروض ده سر الاسرار العسكرية اقوله لكم لحدكم كده. ففي كده يبقى الشاب المقبل على الزواج والكلام ده هو يعلق العقوبة بمعنى شرعي. يعلق العقوبة بمعنى شرعي، يقوم يعظم في نظر امرأته ولا يكون عجولا. وانت عايز تخطف قلب المرأة احسن اليها. أحسن إليها حتى بالقليل، لكن أحسن إليها. المرأة لو شايلة جبل من مكان لمكان قلت لها والله كتر خيرك وأنا عارف إن أنا تعبك ولكن يعني يحتسب عند الله ربنا أجرك الجنة ومش عارف إيه والكلام ده، ده تطير بجناحين. لو أنت قلت لها بس الكلمتين دول، لو نقلة جبل مش ممكن تشتكي وتقول كفاية دخلتك علينا، نميس على بعض بقى، ها؟ وربنا يخليك لينا وإحنا من غيرك ما نسواش حاجة، يومي قبل يومك، لا أنت يومكم الاثنين جاي. ها؟ يعني يومك جاي ويومه جاي. ها؟ بس ايه؟ كلام بيرضي.